بعد قرابة الثلاثة أعوام على أسوأ انهيار في تاريخ لبنان، وعلى أثر تقاعس البرلمان والحكومة عن تحمل مسؤولياتهم لإقرار خطة تعافٍ اقتصادية وتشريعات توقف النزف اليومي وتضمن حماية مدخرات اللبنانيين، أرسلت رابطة المودعين للمرشحين التغييريين قبيل الانتخابات النيابية رسالة أطلقت عليها تسمية شرعة المودعين قاموا بالتوقيع عليها والتعهد بالالتزام بها. وتضمنت هذه الشرعة خارطة طريق للحل ومبادئ أساسية لابد للعمل لتحقيقها للوصول لحل عادل وشامل وشفاف يصون الودائع ويسير نحو النهوض في البلاد. وقد أطلعت المحامية دينا أبو زور صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي عن أبرز ما تضمنته هذه الشرعة. بما أنه موضوع المودعين هو الموضوع المفصلي بالأزمة اللي نحن عم نقطع فيها بلبنان، كان لابد من رابطة المودعين أنه تقوم بمبادرة بفترة الانتخابات لناحية النواب أو الائتلافات اللي تشكلت اللي منعتبرها تغييرية ومستقلة، وبالتالي أنشأنا ما عرف بشرعة المودعين يلي تضمن عدد من البنود الأساسية، وهي إذا بدكم خارطة الطريق للحل يلي نحن كرابطة مودعين كنا من أول يوم عم ننادي فيه، كيف نحن منشوف الأزمة مفروض يتم العمل على حلها. وبالتالي تقدمنا بهيدي الشرعة من النواب والائتلافات التغييرية لحتى يكونوا عم يمضوها ويوقعوا عليها ويلتزموا بأنه رح يمشوا بهيدي الشروط في حال وصولهم إلى البرلمان. هيدي الشرعة كانت هي عبارة عن 9 نقاط، هيدي النقاط هي النقاط الأساسية يلي بتصب بصلب الأزمة وكيف نحن مننظر للحل، وبالتالي تتعاطى بعدة نقاط منها إعادة رسملة المصارف، توحيد سعر الصرف، عدم الاستنسابية بالتحويلات، رفضها، تأجيل الخصخصة، رفض الصندوق السيادي، ضرورة توزيع المسؤوليات وكيف منشوف نحن ضرورة توزيع المسؤوليات والخسائر، ضرورة الحماية والتعويض على الأشخاص اللي تسببوا لهم بفقدان جنى عمرهم وكيف لازم نعوض على هودي المودعين، حتى مودعين الليرة كيف نحن مفروض نكون عم نتعاطى معهم. وبالتالي هيدي الشرعة تم إمضاءها من عدد من الائتلافات والنواب، منهم نواب وصلوا إلى البرلمان، وبالتالي نحن هلأ من بعد الانتخابات صرنا بمرحلة العمل الجدي على إيصال صوتنا إلى قلب مجلس النواب عبر هودي النواب الملتزمين بالشرعة واللي مستعدين أنه نكون عم نشتغل سوا، مش بس على المستوى التشريعي بل على المستوى التشريعي والمستوى الاقتصادي، وضرورة عدم الوقوع في أخطاء الماضي مثل الحالة اللي صارت وقت خطة لازار، كيف تم القواص على هيدي الخطة وتفشيلها. وبالتالي نحن هلأ طالما في مسودة لخطة عم نجرب ناخد منها الإيجابيات، نبني على الإيجابيات، نغير كل السلبيات اللي بقلبها ونعدلها ونطرح حل بديل واضح ومنطقي يكون عم بيكون هو خارطة الطريق والرسم للمرحلة اللي جاية. رح نشتغل معهم على كل القوانين يلي مفروض تكون عم تخدم أو عم تقولب هيدي المرحلة اللي جاية، إن كان كابيتال كنترول، إعادة هيكلة المصارف، رفع السرية المصرفية، توحيد سعر الصرف، كل القوانين يلي لها علاقة بالأزمة رح نكون عم نشتغل معهم عليها، وهن مستعدين يكونوا عم يتعاونوا معنا لأقصى الحدود لناحية إيصال هيدا الصوت. نحن ما رح نكتفي بس بالنواب التغييريين، نحن أي نايب بقلب البرلمان مستعد يمشي بهيدا خارطة الطريق والخطة يلي رابطة المودعين وضعتها، رح نكون إيدنا ممدودة لإلهم لحتى نقدر نطلع من هيدي الأزمة بأقل خسائر على المودعين، بتحميل أصحاب الأزمة أو من أوقع هيدي الأزمة على عاتق اللبنانيين المسؤولية، وما نحرف هيدي الأزمة عن مسارها يلي صار معروف من الكل.